مرحبا، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من كودر فويس، صوت المبرمج عبر الهوائية. معنا حسن ومعنا ركان نمر هالمرة. كيفك ركان؟ منيح، كيفك انت؟ كيفك حسن؟ ماشي الحال تمام. كيف كان رأيكم بهديك؟ أنت سمعتها لأول مرة؟ ايه كثير حبيتها. شو عجبتك؟ أنت رديت يمكن على سلاك أباوت إت ولا؟ لا أنا شفتها على الفيسبوك، حدا منكم فيسبوك حتى. ايه نايس. شو كان رأيك فيها؟ ليك لذيذة يعني، هي كانت تسمع اكشلي عن كودرز كيف بفكروا كيف بيحكوا. انا صار يقولوا لي عالم انه هلا من الاقليه اللي سمعوها صار يقولوا لي انه والله حلوة تسمعها، وهني ما خصهم ابدا بالتكنولوجيا. يعني قالوا لي ايه بتحطها وبتقعد يا زلمه. ما هذا الحلو، لانه هي تكنيكال بس مبين انه شخصين عم يحكوا عادي. كيف مثل لما انت مثلا تكون بايفنت معين وخلينا نقول اشخاص يمكن خاصهم بالماركتينج او بموضوع بس عم يحكوها بطريقه هيك فرندلي او بطريقه عاديه، فبحس انه الاحساس حلو. فتت بالموضوع، يمكن ما فهمت كل شيء بس انه فهمت انه في قصص حلوه. ايه مش تنفيخا بالافورت اللي عم نعمله، بس انه there should be something like this. يعني regardless ان كان على ال there should be more podcasts about different topics. يعني just people who are مش عقلة العالم الاكسبرت بقصص هون بلبنان، كتير عالم يعني بتفهم كتير اشياء. بس كونسبت البودكاست مش هالقد منشور بلبنان. مزبوط. ايه مع انه لا الليسنرز مشهورة اكتر. ايه مزبوط، بس البرودكشن لا يوتيوب ولا بودكاست ولا موست اوف هول الاشياء اللي بنسمعهم اونلاين. مزبوط. انا بالنسبة لالي انه البودكاست يمكن ما كتير معروف، بس مش معناتها ما فينا نبلش من مطرح. يعني انا مثلا ما كنت اعرف شيء عن البودكاست، فبعدين from a friend عرفت انه بيسمع بودكاست عن مواضيع معينة، فصرت استكشف اكتر عن البودكاست وصرت اسمعه. يعني امرار العالم ما بتكون الشغلة مشهورة لانه العالم انه ما بتعرف فيه application، ما بتعرف انه فيه بودكاست، بس لما تخبرهم ويحبوا الفكرة ما عندهم مشكلة. فانه شيء حلو انه نبلش من مطرح وعم نبلش هذا الشيء. سورة كان كيفك انت؟ منيح؟ ايه منيح رواق. كان اشتغل بيتعرف. مظبوط. الستارت اب كانت تقريبا شو عمره 3 سنين. بلشت بالسيكونس. بلشت بالسيكونس اكسلريتر، او هو الوحيد يعني اللي عملوه. وقتها ما عاد صار في سيكونس من بعد. لا رجع سكروا بعد اول باتش. وايه ما زبط. بتخيل هلا السبيد از تيكينج اوفر سيكونس، بتخيل تعلموا يعني كثير اشياء من سيكونس. اي ثينك اتس جونا بي جود. في حدا ستارت اب صغير كون سيرفايفد لهالدرجة؟ ايه في ايتوب وبريسيلا. بريسيلا بعدهم بريسينج؟ اي دونت ثينك بعد في اني اوف ذا. ايه بلا هلا بعده اخذ وليد سنجر الستيب كونفرنس. ايه هو وليد. نايس. ستيب كونفرنس كلها معمولة ثرو بريسيلا، كل الايفنت. ستيب؟ يا اي ريمبر ذات. شي لبنيز هيدا؟ لا بدبي هو، بس ما بعرف اذا اصله لبناني، بس هلا هي الكونفرنس بدبي. نايس. ايه ذات واز ا نايس ون. انتو do you disclose مثلا قديش funding بيجيكم او شيء، او have you funded have you been funded lately او هيك؟ yes ايه اكيد. سو نحن بسيكونس اول شيء اخذنا seed fund اذا بدك idea stage، رجعنا بعدين اخذنا an angel round to validate the revenue model. وهلا شفنا فهمنا كيف how it works the revenue model، عم نبلش نفهم شو الفاليو اللي عم نعطيها ونزيدها يعني. وهلا وفتنا سيريز A سيريز A round to grow يعني يلي تعلمناه ويلي زبط معنا على small scale relatively small scale. We want to test it on a bigger scale and understand tweak the things. حلو. انت developer الوحيد كنت هناك for the longest time يعني. ليك انا كنت developer الوحيد لشي اول سنة. بعدين حظي حلو صار يشتغلوا معي عالم كتير ذكية. Nice. هلا we have two engineers working with us، علي موسى وبلال يزبك. وهلا we're hiring a fourth one. Hello. If anybody's listening. سريع. مين أنت مسؤول عن إنه to find out where you're lacking بالبزنس وتفهم إنه والله بدنا data analyst؟ هلا يلي بصير أنا وصديق بنحط الفكرة general الفيجن يلي عنا إياه، بعدين بنقسمها stream project stream. وهي منشوف طب بأي ستريم عايزين حدا يساعدنا، وين we can do better today. Then منقطعها على البورد، we're all okay، نمشي بالاستراتيجية اللي حطيناها.
So كم هات يعني بتلبس تقريبا انت during your average work day now or overtime? يعني overtime يعني what have you had to learn او شو اضطريت تتعلم ل هلا يعني صار مرات انه I think يعني في عالم تفشل انه ما بتعرف شو ما بتعرف مزبوط يعني مش عارف شو ناقصه لو بيعرف كان عملها بس انه how much قديش بتقضي من وقتك trying to ضلك مسبق جاي يعني هن there's the expression انه تكون CTO it's like driving a race car وعم بتغير الدولاب بذات الوقت كثير مزبوط الاحساس يعني يكون عندك فيتشر جديد بدك تنزلها بوج قديم بدك تضبطها وعكلين هم سكيلينج مثلا عكلين هم الضغط على السيرفرز ينزع لك كل شيء اشتغلت عليه that's a problem I يعني انا ما بشوفها كثير لانه مش كان هيك بوزيشن قبل يعني mostly ولا حتى يعني عامل ويب انا موبايل ديفلوبر انت حسن كاين بهالمطرح انا مشتغل يعني في هورر ستوريز انه على كيف عالم ما قدر يعمل سكيلينج انف انا بعطيك هورر ستوريز من عنا يعني نحن قطعنا ايش اكيد يو اوف سيرفيس كومبليتلي يعني نحن تعلمت هلا يعني اول ما بلشت ما كان عندي يعني كنت حاعطيك اكزامبل هبل عملته ات كوست اس 5 مينيتس اوف داون تايم تقريبا 10 مينيتس وهيدا اول ما بلشنا كانت الايميلز اللي بينبعثوا ات واز سنت سينكرونسلي مش بالكيو او شيء يعني اكزاكتلي exactly. فبيضغط عليك عالم حساب مثلا ماشي اذا عندك سيرفر منه كيو 30 شخص عم بيعمل ريجستر فبيعمل بلوكينج للثريد على الايميل وبعدين خلص هي دازنت هاف يعني ما بقى يعني بده ينطر تاكل الايميلات صح 100% لا الكيو بهالقصص كثير بيريح بحط كل شيء بالكيو وبعدين وركرز بيهتموا كل فتره بيبعثوا طب ركن قبل ما نكمل اكثر عن هذا الموضوع حابب اعرف شوي عن الباك جراوند تبعك يعني ليه قررت تعمل بروجرامينج كنت تحب هذا الشيء من قبل ولا جربته وبعدين حبيته سو هيك خبرنا شوي عن يور باك جراوند وكيف بلشت بهذا الشيء سو انا بالمدرسه لا قبل اخر سنه كان بدي ادرس يا فلسفي يا مات كانت اساس هيدا بعدين انا عوني انه you have to be more realistic بالحياه and شوي صعب كثير صعب ما ايه اكزاكتلي فتنعت يعني it made sense to me you know do something that will help you make money and do philosophy you can study it on the side ما فيك research لحالك بعدين كان في صف math اجا حاطة the challenge انه find all the prime numbers على calculator program so هون اكتشفت شو يعني programming and I started programming this calculator وصرت عامل لكل ال equations يلي بالphysics وبالmath هول السائلين اللي بدك تحلهم اكتب لهم بروجرام صغير صرت بالفحص تا بتحطيه بتعطيه انبوت بيعطيك الاوت اف اكس 98 عملت بروجرامينج على الكالكوليتر على الكالكوليتر بدك تنبش على البوتنز يعني مثلا ما فيك تكتب سو في بوتن اف تفتح اف واو ما كنت اعرف انا في على الكالكوليتر كثير لذيذ كنت تعمل اشياء كثير حلوه فيها انه فورمات توقف على اللوجيك بس كيف قصدك على conditional يعني ايه اكزاكت exactly. عندك loops عندك في bars في output it's very basic يعني كأنك عم تكتب ما بعرف لا عم بتخيل انه هيدا شيء من الثمانينات او السنة ما كنت عم من كم سنة بعض الناس على الكالكوليتر لا انه مرات بدك تسيب operation معين مثل هاي numerical methods انا مذكر هاي بدك ترمزي زيته هاي القديمة هاي في تعمل لا لا هيدي اللي هيك كبيرة بتعمل جرافس كمان هي جرافس هي الشاشة تبعيتها أكبر بكتير بس FX معظمهم اسمهم FX أصلا مشان هيك يعني شاشتها هلا كبيرة بس أنا إذا عم تكتب كود بصير كثير مزعج لما بدك تعمل سكرول أب عرفت في فلاش فكرة حلو إنك بلشت تتعلم على الكالكوليتر يعني بحسها إنه شغلة أصعب يعني على الكمبيوتر إنه إذا بلشت تتعلم بروجرامينج على الكمبيوتر إنه بيكون الشاشة كبيرة قدامك بترتاح أنت وعم تكتب بس I think إنه على الكالكوليتر إنه it's more difficult فإنه مش بسهولة بتلاقي result فهذا كنت يمكن persistent للاقيت result هلا أنا ما كنت بعرف شان البروغرام أنا ما كنت بعرف إنه في شيء اسمه programming ثابت كنا صف مات specialty مات وانت تعمل you have to prove theorems وهيك أشياء so هي حطتها هيك كبت الفكرة أنا إف إنه في شيء اسمه هون اكتشفت يعني بعدين اشتريت كتاب شو اسمه بيسك ليبرتي بيسك او شيء هيك اوكي ناسي هو خاصه بالبيسك سو وقتها كان اول بروجرامينج بعدين جامعه خلص بعدين تركتها شوي
بعد سنه جامعه اجى واحد قال لي هيك في وحده بدها ويب سايت. انا مش ما بعرف شو اتش تي ام ال سي اس اس ولا بي اتش بي. قلت له ايه بخذها للبروجكت وتعلمت على حالي. وقتها ما كنت بعرف الباور تبع جوجل سو معود اكاديمي اصلا. يعني رحت اشتريت كتاب داتا بيسز تبع كورس فكر انه حقري هيدا حصير بعرف اعمل ويب سايت. كويستشن مارك كويستشن مارك بقراه وبعدين خلص كل شيء بيطلع قدامي وبيمشي الحال. هذا الفيرست امبريشن لما تشتري كتاب. الاكسايتمنت يا زلمه الاكسايتمنت لو بنقدر نحافظ على الاكسايتمنت اللي نحن بتجي عنا لما واحد يروح بس بيشتري كتاب خاص بتعلم بايثون بيروح بيجيب لي كتاب بايثون بيفتح ببلش الانتربريتر and then not so much. فبتلاقي حالك انه بروجرامر وعارف شغلي او شاطر بشغلي ومنك اكيد كتير كيف كان عندك الصبر لانك تتعلمها. بس هيدي مشي حالها. تعال تعلم شيء جديد وكون اكسبرت فيه بدرجه ما انت اكسبرت بشغلي اوريدي فوتتك على المجال بتلاقي حالك انه ما عندك بقى هالصبر او شيء. هو طريق تروح من بيجنر ل مش حتى اكسبرت يعني تصير تصير تعرف حالك شو عم تعمل. صعب يعني ثقيله يعني هاف تو بي ماسك شوي. انا بلاقي لازم بروجرام يتعذب سنه سنتين مينيمم بحياتي. هذيك المره كنت عم فكر بالموضوع انه ان انت او نحن او كلنا ما منحب مثلا يكون في شخص فوقنا عم بيقول لنا اعمل هيك يلا اعمل هيك ليش بعد ما عملت ثلاث بدون لايك. بس كنت عم فكر بفكره ثانيه انه في قول بيقول انه اذا بتقسى على حالك الحياه بتهون عليك. سو هذا الاحساس اللي تكون انت عامله او حاسه لما تكون قاعد بالبيت الساعه مثلا 10 بالليل السبت عم بتحاول تحل بج او شيء هيدا انت عم تقسى على حالك. بس هيدا ما حدا جابه ضيق النفس وانه يي بدي اطلع هي انه ليش ما عم بظهر مع اصحابي ما كان فيني اعمل فاينانس انا وكذا طب ليش عملت هيك بحال. هيدا الاحساس بس هو انت عم تقسى على حالك. اذا بتضلك تعمل هيك بصير في لذة منه عرفت. ببطل انه تو كويستشن انت انه من وين جيت وليش الكون مخلوق وهي بيكون بس سامي كولن يعني. وانت بلشت تسائل عن اليونيفيرس بصير خلص انا ترانس يعني ما حدا بشيء نخلي هالاكسايتمنت على كل شيء ما بعرف شو ممكن نقدر نعمل يعني. هلا انا بالنسبه لالي الامرار يمكن بضلني على مشكله يوم ويومين وثلاثه وامرار اكثر. بس الحلو بالموضوع انه اللي بيعطيني موتيفيشن هو الاند ريزلت انه حتزبط سامدي. هذا تقدر تبرهن لحالك انه عن جد هيك ومش انه ما بتنحال. هاي مرحله من البروجرام. وانا لا انا بالنسبه لالي مش بقنع حالي انا بكون مأكد انه رح تنحل. يعني توصل لمرحله خلص كل شيء بينحل بس الاند ريزلت. الاند ريزلت وين قصدي انه انا بكون عارفين لوين بدي اوصل. يعني انا في فكره براسي بدي اعمل هذا الابلكيشن بيسهل لي شغلي بمطرح معين فانا بكون عارفين هذا الاند ريزلت وبكون عارفين لما اوصل له قد ايه حتريحني او قد ايه رح انبسط انه عملت هذا الشيء. سو البج الصغير بتصغر بتاخذ بسمه يعني. وبالنسبه لإلي لما يكون عندك اكسبكتيشن هو كله خاصه بالاكسبكتيشن. يعني انت لما تكون عم تشتغل على سيستم معين بس عندك اكسبكتيشن انه يمكن يومين ثلاثه تعلق على مشكله فساعتها لما تعلق يومين وثلاثه ما بتحس مشكله لانه هذا الشيء طبيعي انه انا ولا مره كنت متوقع انه بتنحل الشغله بسرعه. هلا اكشلي بالنسبه لإلي هلا بطل عندي يعني بطل عندي كثير قصه البجز انه مشكله. لا صرت اكثر هلا قصه الاركيتكتشر يعني انا كبروجرامر بطل عندي هالمشكله انه شغلي كيف ما بتنعمل. ماكسيموم بتفوت اونلاين بتفوت ستاك اوفر فلو بتلاقي هي مرحله حد ذاتها. هلا يمكن الاشخاص اللي بعضهم مبلشين بعضهم بقصه السيمي كولون وبعضهم بقصه انه كيف بدي اعمل لوب كيف بدي اقرا من فايل كيف بدي اعمل كونكت اونلاين. بس لما تتخطى هيدي المرحله يعني اتليست بالنسبه لي انا هلا اتخطيت انه قصه كيف بدي اعمل كود بيعمل لي شيء كيف بدي اعمل كود بيعمل لي لوج ان على فيسبوك. هول التفاصيل هول خلص بفوت اونلاين بركب كود بقرا اي بي اي بقرا يعني كتاب. هلا صارت بس القصه اكثر انه كيف بدي اعمل بيلد مش هاو شود اي بيلد ات وي كان بيلد اني ثينج بس وات شود اي بيلد وات. هذا السؤال بس لين ستارت اب بس انا عندي الفكره قال صار فينا بمرحله بالعمر هيدي بالايج هيدا او بهالمودرن ايج اللي احنا فيه انه صار فينا نبني شو ما كان كله بينعمل بس شو بدي اعمل هي شو بدك تعمل. بس لحتى اكمل فكرتي هاي وكيف يعني كيف بدك تعمل الاركيتكتشر تبع هذا الشيء لقلك شو قصدي. انت هلا فيك تقول انا بدي اعمل هذا الابلكيشن. في اشخاص شو بتعمل بدي اعمل هذا الابلكيشن دغري بتدور اللابتوب وتبلش بروجرامينج توصل لنص الشغل لنقول كتبت 5000 لاين اوف كود
بيكتشفوا انه لا لك شو عملت هلا اذا بدي زيد فيتشر بدي امحي كل شيء. سو دغري ببلشوا بروجرامينج بطريقه منا مدروسه، بينما الاركيتكتشر اللي انا عم بحكي عنها انه بتقعد بتفكر بالفيتشر اللي بدك تعملهم، ما ضروري تعمل الواتر فول موديل انه اول شيء ريكويرمنت ترجع تفوت هذا، لا ممكن يكون لين موديل، بس اتليست تقعد يوم يومين ساعه ساعتين تقول انه انا عندي هول الفيتشرز بدي اعمل هاي وهاي وهاي وهاي. سو لما تشوفهم انت كلهم للفيتشر قدامك بتصير تفكر انه لا انا لازم اعمل البروجرامينج بهيدي الطريقه ولازم احسب حساب انه بدي زيد هذه الفيتشر. فطريقه شغلك كلها بتتغير لانه مش بس عم تعمل كودينج لهيدا البارت، عم تعمل كودينج لهيدا البارت وعم تحسب حسابك انه هيدا البارت حيزيد فيتشر. انا اتليست هيك بشتغل، وهيدي الطريقه بتكلفني امرار وقت بالاول، يعني انا لانه بكون كتير محمس للفكره فبصير بيني وبين حالي انه لا بدي بلش شغل ليه عم بكتب على ورقه وقلم وبدي بلش بروجرامينج، بس بكون عارفين انه لما اعمل هيدا الستيب لما يكون عندي ورقه وقلم او مايند ماب على الكمبيوتر عم حط كل شيء لما اعملها ستيب تبعت البروجرامينج بتصير اريح وبصير عارفين لوين بدي اوصل. هي هيدا السيره في انا هيك بشتغل عاده، يعني التكنيكال دات يعني هي بيقولوا there's a يعني you have to بدك تنقي بين speed وتاكل شوية دات ترجع تدفعها بعدين. صح. So sometimes مجبور يعني ما فيك كل الوقت تعمل كل شيء، لازم ينزل شيء بسرعة وبدك تكتبها، بس لازم تعرف حالك انه هون هيدي لازم ارجع اكتبها اول ما يصير عندي وقت او شيء هيك. وهي الكود ريفاكتورينج، يعني ترجع الكود ريفاكتورينج شيء كتير مهم، يعني لانه لازم انت كل فترة تحط انه انا كل فترة بدي ارجع ضبط الكود. اللي ما بيعرفوا شو يعني كود ريفاكتورينج هي انك تخلي الفانكشناليتي هي ذاتها بالكود بس تكتبه بطريقة سستينبل اكتر، بطريقة اضبط انه ينقرى بطريقة احسن يكون مينتينبل. فالكود ريفاكتورينج هي كتير بتريح بالشغل، ولازم كل فترة إذا كان معكم وقت، إذا أنتم بروغرامرز ومعكم وقت لازم تعملوا كود ريفاكتورينج لحتى دايما الكود يضل نظيف. هلا إذا بشوف كتير عارم مثلا إذا بدك تعمل، إذا أنت فريلانسر عندك هيدا البرودكت وخلص ما حيغير شيء بقى، هون بصير أهين لك تكب كود مثل ما هو، بس هيدا مشكلة حدا غيرك بده يستلم الكود هون بتصير. هي يمكن الكود ريفاكتورينج إلى قيمة مثل ستارت اب مثلا اللي انت عم تشتغل عليها او ستارت اب اللي هن بيضلهم سنه وسنتين. اكزاكتلي exactly. بدك حدا جديد يجي يقدر يقرا الكود يفهم دغري شو عم بيصير، يقدر يزيد عليه بلا ما يكسر لك الستراكشر اللي انت معمره. انتوا عاده شو بتعملوا بهاي الحاله؟ كيف بتنظموا الكود اذا اجى حدا جديد؟ كيف بتخبروه عن طريقه شغلكم؟ كيف بتعملوا هالقصص؟ هلا لو سالتني هالسؤال من اكثر من 6 شهور كنت قلت لك ما بعرف. اوكي سو هلا يلي عم نعمله صار نستعمل جي اس دوك، نحن كل شيء جافا سكريبت نود وكلاينت. سو جي اس دوك بنستعمله تو جنريت دوكيومنتيشن عن كل شيء، يعني كل فانكشن له دوكيومنتيشن تبعيته، وبنستعمل سواجر تنعمل ديسكريبشن للاي بي اي تبعيته. سو بده يجي واحد، نحن على عده بروجكتس، انا الاي بي اي، عندك الويب كلاينت، عندك الموبايل كلاينت، وعندك الادمنستريشن انترفيس. كل واحد من هول عنده الدوكيومنتيشن تبعيته، بس اكثر شيء يعني تكون صريح دوكيومنتد هو الاي بي اي بشينا كلها، يعني بدك انهار تصير تفهم هاو ات وركس فروم ان اوتسايد فيو، يعني ما ضروري اذا ما بدك تفوت بالديتيلز وبتعرف شو عم بيصير جوا. سو هيدا كثير ساعدتنا صراحه، يعني اتس ورث انفستمنت، بتبين كيف بدي اعمل دوكيومنتيشن لكل هالكود بيس، بس لا ما بدها شيء يعني، وبعدين بتصير انكريمنت بتظبطها. طب بهيدا البارت تحديدا اذا هلا ليتس سي انه انا بدي اعمل دوكيومنتيشن، او شخص عنده ستارت اب وبعد ما عم يعمل هالدوكيومنتيشن، سو اذا بدك تعطينا شوي مور ديتيلز، يعني شو الابلكيشن اللي بننزلهم وهول اللي خبرتنا عنهم، هول الابلكيشن شو بيعملوا بالضبط وكيف فينا نستعملهم؟ سو مثلا جي اس دوك بتكتب بلوك اوف كومنتس فوق كل فانكشن، بتقول له اسم الفانكشن، ديسكريبشن، انبوت واوتبوت. اوكي بيجي هو بيبلش لك الكود تبع ان بي ام انستول جي اس دوك بتنزله من هيدا، بس في غيره كثير جافا دوك، يعني كل لانجويج عنده تبعوله. فبيجي بيقلي لك بيعمل لك بارسينج للكود تبعه وبيعمل لك جنريت ل اتش تي ام ال، اتش تي ام ال سيرشبل، فيك تشوف على تفوت على الفانكشنز تبعيتها كلها، فبصير عندك مثل ويب سايت اذا بدك وين بس دوكيمنت الكود تبعك كله. بس هلا كمان اذا عم تشتغل لحالك بتفكر انه بتعوز اقل تعمل دوكيومنتيشن، عم تقول بعرفه الكود انا كتبه،
بس بدلوا في المشكلة إذا بتفوت حدا تاني، وبعدين يعني عندك رام براسك إذا بدك صح. بدك تفضي الرام قد ما فيك وتكتبهم شي محل يعني. So yeah, I think أنا على فكرة لو عم تشتغل لحالك، يعني أنا مثلا هلأ لما عم بعمل let's say اشتغلت على application وبس أنا عم بستلمه، حتى بهاي الحالة كتير بكتب documentation، وهيدي فادتني كتير، لأنه let's say أمرار بعد شهر بدي أقرأ الكود بس كل شيء، فبنبسط أنه كتبت documentation. عرفت كيف؟ خصوصا أنه أنا بعرف كيف بفكر، فأنا بكتب documentation لmy future self. عرفت كيف؟ فلما أقرأ documentation لأنه بكون إذا شغلي نسيتها بدي أتذكرها بطريقة معينة، فلما أقرأ الدوكيومنتيشن أنا أوكي هيك قصدي كان، فدغري بفهم عن حالي. سيرة الدوكيومنتيشن وكومنتس وهيك، I think documentation مش كومنتس أنا I don't like I hate don't comments. إذا في need comments your code is not good. أنا I'm referring على documentation. أنا رنت براسي إنه comments، أنا عم بقرأ comments من project أنا صلي عم بشتغل عليه فترة هو رودي. So I had the chance to go back and work on it lately. يعني مش جمعة. فonly the code was able to save me. يعني أنا أقرأ جملة ما أفهم. شو جا جملة خلاص ما لها طعم. يعني الكود بيشرح إذا كاتب مزبوط. تشكر حالك إنه بتقول والله فكرت منيح فيها. ما في شيء بيقول إنه واو لازم أكتبها هذي عن جد تاني مرة إذا هنشوفها. ما في هيك شيء إنه very bad يعني. That's how I see good documentation. Yeah, full documentation to describe a feature بالضبط كيف تشتغل وparagraphs عم تحكي. Yeah, بلا ما تقعد تعمل comments يعني. هلا هي فكرة هي فكرة comment مش لأنه تكتب comment، بس لأنه أمرار بتكتب feature، بس هاي feature يمكن تكون طويلة شوي، فأنت فيك تقرأ الكود وتفهمه، بس إذا أنت حطيت comment صغير بيلخص هذا الكود ممكن تريحك. يعني يمكن يكون الكوماند انه هيدا الفانكشن رح تعمل هيك، ترجع تعمل هيك، ترجع تعمل هيك. خلص دوكيومنتيشن صار هيدا. انا بحكي عن كومنت بتحكي عن لاين واحد. لا بهاللاين شو عم بيصير؟ لا اكيد لا، ما لانه كاين وقتها انت لا هيدا بتصير اذا عملت شيء غريب. لا اقول لك لا ما هيك لا اكيد لا تيجي تقراها بعدين ما بدي احكي. حتى بعتقد في حدا بيقول انه اكتب الكود تبعك بطريقه انه ما تكون بحاجه لكومنت وارجع اكتب كومنت. يا ساعتها اوكي عملوا very easy to use redundant احسن من انه شوي هيك بقلبه mystery ومش عارف conventions ممكن تضيع. اكيد اكيد يعني انا عم بقرا شيء وفهمان شيء وعم بتقلي انت شيء، يعني شكله في شيء خفي انا مش شايفه. هلا انا بسبلايم انا بستعمل اي ثينك اسمه دوك بلوك او شيء البلوك ان ما بعرف، فبحط انه سلاش ونجمتين وتاب فبيعطيني اياها كل هاي الانبوت مع الاوتبوت. فهذه بلشت استعملها وكمان بتريح بال بايثون. بايثون عنده طريقه كتير حلوه بالدوكيومنتيشن. اذا بتعمل دوكيومنتيشن تبعه انستنتلي بصير انت لما تعمل من الريبل تبع بايثون هيلب براكتس يور فانكشن، اذا انت يو فيد الدوكيومنتيشن بنفس السنتاكس اللي هو بايثون المفروض ياخذها، بحط لك اياها بقلب الهيلب مانيوال that Python generates لكل شيء انت كتبته. بصير يحط لك هيك بطريقة مثل man pages على لينكس. فإذا بتكتبها مزبوط ببايثون بصير بيطلع لك for free انه مين ما جاب program تبعك وعمل help عليه. اوكي. فيك تعمل help على module. فيك تعمل help على module dot function name. عرفت؟ فبايثون هيك دغري لحالها بتجي يعني documented. مثل جافا دوك وهولي بس more integrated بقلب بايثون هيك pretty fire او بتعملها pretty يعني. والله بايثون قصة. بايثون على فكرة حابب اتعلم بايثون بعدني ما كتير بعرف بايثون بس حابب اتعلم بايثون. أهين لانجوج بتخيل لأنه بيقولوا it's easy وفيك تعمل إذا بدك تعمل بروتوتايب فيك على السريع إنه بتقلع. سريع سريع كتير بس يعني ما حسب لشو عايزه عرفت مزبوط أنا من فترة هيك اختلقت reason to use it لأنه I had some free time قلت بعمل Android XML generator بعطيه يعمل فايل وبيعمله بارسينج هو وبيطلع لي منه XML. الريل فاليو اوف ات ما كان كتير موجود لانه الاندرويد XML is already easy للبروفيشنالز. يعني اذا بتعرف تكتب XML مزبوط it's pretty easy. انا ما بستعمل ما كنت حاستعمله it just looks احسن وصوته انه كانه اسهل انه يعني بس بتكتب button بس بالنهايه كمان طب ما بدي احط properties انا كثير ترجع تعمل له كم بروبرتي بدك تعمل خلص اكتب هذا وخلصنا
بس الاكسبيرينس كانت حلوه يعني، وخصوصي بايثون لما تاخذ ايدك بتحس انه منك حتغلط كل شوي، كثير اكسبريسيف اللانجوج، بتحس انه خلص فيني احكي واذا صار شيء غلط بقعد بعرف انا يعني، ما حيكون واقف البروجرام وواحد بيعرف ليه بيقول لك بالضبط ليش موجود وكيف، وبتفهم انت ليش. بس في فاندمنتلز، اذا ما فاهمين الفاندمنتلز هاو ثينجز بيحكوا مع بعض وكيف مثلا الديكشنري بتصرف وانه راندوم مثلا ديكشنري مش نمبرد، ما فيك تتوقع انه يكون اول element مثلا موجود هون بكره بتبطل هون، كل run print dictionary بتطلع بمحل تاني ما شكله هيك، ما معمول لتتصرف معه بهالطريقه، فلازم تفهمها. قعدتلي انا شو جمعه بس هيك fundamentals وهيك لا قدرت اعمل هذا البروجكت، كثير انبسطت فيها وقتها. بس لا شك يعني لا جانجو بعرف ولا بايثون at a respectable pro ولا شيء، exceptions ما بعرف كمان، بايثون الكور هيك حلو كتير. هو حلو انت تكون يعني مثلا انت let's say عم تشتغل موبايل اب وفايل بالجافا وهالقصص، فانه ما ضروري يعني، حلو انك تكتشف لغة تانية لو ما صرت اكسبرت فيها، لو عرفت القصص البيزك هذا كمان بيعطيك additional value، لانه في كتير اشخاص بيقلك موبايل developer ما بيعرف شيء تاني. So ليه عندهم هذا الصيت على فكرة؟ ما بعرف انا انه موبايل ديفلوبرز يعني شكلهم كانه بيتمسكوا كثير. انا هيك انا شوي انه بس روح على انترفيو او شيء انا اندرويد انه ما انه هو شيء سهل يعني كمان. لا اكيد بقول لك اندرويد اي او اس مش مخلص باندرويد انا. لا بالعكس ما هو يعني. اكيد بس انا بحب انك تتعلم وكل شيء عايزه تقدر تعمل برودكت. بس هلا صار فيك بلق يعني مثلا تعمل سيرفر للاب تبعيتك حسب عايز تعمل شيء فانكشناليتي، وهن كمان مش الكوميونتي مش مقصرين معنا يعني، ما في الا بيطلع exactly. لك اشياء ما ضروري تفكر بالسيرفر ما ضروري بس اعمل موبايل طبعا خلص everybody around me عم بيقول لي انه بس ركز موبايل. طب اوكي هي اسهل كديفلوبر لانه الويب بيبل متوقع منه يعرف كل واحد واحد متوقع منه يعرف 6-7 قصص مظبوط كثير يكون يعرفهم يعني، وده ضله يلحق يعني. انت جرب كواب ما تلحق شو عم بيصير بالجافا سكريبت لشي شهر، تجي بترجع بتشوف بتحس حالك قديم، بتحس انه رجع تغير كل شيء نقطه بالضبط. بس ذاتس ا جود بوينت يعني، عندك كثير 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 حركه عم بتصير بالكوميونتي وعالم ذكي اكيد عم بفوتوا وعم يعملوا اشياء. هلا كمان هيدا جود بوينت يعني اي ثينك. كمان في شغله بقصه الترندز انه خصوصا باخر فتره انه كثير عم بيكون في ترند خصوصا بالجافا سكريبت، فحلو انك تلحق الترند، بس حلو امرار توقف تلحق الترند بمطرح معين لتعرف شو هو اللي عم بيكون عن جد ترندي واي لا. يعني مثلا هلا انجلر صاروا فتره منيحه، هلا كثير عم بيقولوا انه رياكت جي اس ولا رياكت، فهلا عم بيقولوا انه كثير احسن من انجلر مثلا. بس وما بعرف انا بس هلا حينزلوا انجلر 2 يعني اللي هو كثير بيعمل الاشياء اللي كثير قوي فيها رياكت. انجلر 2 كمان عم بيعملها بس شيروا الاغلاط، مش اغلاط يعني، غيروا الامبلمنتيشن عملوها اكثر هيدا، بس انه باكوردز كومباتبل. ما هيدا مش كثير توبكس انه كثير عالم عم ينتقدوا هيدا الشيء اكيد، انا انه باكورد كومباتبل. رياكت هو مثل رياكتيف اكس ايه لا يمكن رياكت شيء ورياكتيف شيء ثاني اي ثينك، رياكت عملته فيسبوك بس رياكت قصدي الكونسبت تبعه انه رياكت رياكت حيعمل الرياكتيف كونسبت مظبوط، يعني ابزرفر و سبسكرايبر ويسند اوت ا جوب بيستمع واحد يرن ات اون ا ثريد كله ببلوك واحد، بيصير عندك مثلا لوجينج انتو فيسبوك ريتيرنينج ذا توكن اند ذن شوينج ذا يو اي كله بشقفه وحده. هلا رياكت البروجرام جوات البروجرام بس كل شيء حسب بدك فيك تعملها هيك، بس يعني تفوت كل الفانكشناليتي تبعول هيك كلها وحده. هو اكثر انه بتحط هيدا كومبوننت تبعك بيعمل هيك كومبوننت عنده اكشنز يعني هيدا بيتصرف حسب الاكشنز كذا كله بشقفه وحده. هذيك المره حاولت كثير بيطلع عندي في الكود بياكل يعني، مش معقول شو هي المره حتى مش بس الكود كبير مش بس نظيف يعني، في مرات بطيء اذا ما بتعمل هيك يعني. مثلا على الاندرويد ما فيك تحط داتابيس كولز على اليو اي ثريد هاي شغله، بس بتجي لتعمل رياكت بكيسز بتزبط بكيسز ما بتزبط، لانه بكيسز بيكون انت عندك اذا بتحطهم كلهم برياكت او برياكتيف واي مع اوبزرفبل بيطلع على ثريد ثاني. طب وري جونا شو انت بهالوقت كله هتحط لودر لليو اي، فهمت شو قصدي؟ يعني هات روق لورجيك اليو اي، ما انت مش عم بتطلع على الانترنت ناطر لتورجيني يو اي يعني، بس رايح على الداتا بروحتي على الداتا بيس بدها تطول مظبوط بدي ورجيك هيك قبل ما تفتح الاب، بس انه انا يابا فتحت لك دغري.
بتصير انه what do I do here؟ بنطر اللاج ثاني ولا بنطره هيك؟ لانه انا مثلا عندي باليوز كيس تبعيتي لانه عملته observable الكود فهم انه ما في داتا ورجيني nothing yet بعد بثانية او split second اجوا الداتا. ايه نحن اللي نعمله بهيدي الكيس انه عنا action هي بتقلنا انه خلص كل الداتا is ready، بتعمر الداتا موديل تبعك وبعدين you fetch it. Once the data is ready and clean in your application بتقلع البروجرام، عرفت كيف؟ سو so ما احسن او فيك تعملها هي انه يصير يجي شوي شوي الداتا، بس انا بلاقي انه احسن شيء كان تجيب كل الداتا موديل بعدين you initiate your application. You instantiate your application. بس انت بدك تكون عندك شيء waiting period. Small waiting period. سو بتحط فيها splash screen. Exactly. انا ما عندي splash بهالكيس. اليوزر احسن بطل يستعمل ينطر Ajax codes وهي تجيب الداتا اللي عايزها وبعدين اذا بده يعمل شيء زياده هون بصير Ajax code. هو الهدف يعني قد ما فيك تجرب انه تكا عنا يعني تخلي الداتا عندك نظيفه ومرتبه بعدين بصير فيها هي تيك توك كود بس عم بتغير بالداتا وعم بتجيب داتا جديده. هيدي عندك هالداتا بتغيرها بتقول بروباجيت على الكود. حلو. هاي سناب شوت بتاخذ مرات سناب شوت بتستعمل هيدي اذا بتستعمل شيء مثل ريدوكس بساعدك بيكون كل الستيت تبع الستيت محطوط محل واحد وعندك ستيبس انه ستيت ذس بوينت كان هيك عملت اكشن غيرت هيدي الفاريبل صار هيك ستيت فبلاش يعني بدل ما تعمل شيء بيعطيك الفاست باك يعني فيك ترجع لورا ترجع ستيبس لورا وهيدي فيك تستعملها مثلا انه كامل كراش اليوزر بكبر لك state تبعه. يمكن recreate everything you did based on this data state اللي عندك بالapplication. أنا ما كتير web يعني ولا مرة كان web أو any other technology other than Android. فكل ما عم بعرف عن Android كل ما عم شوف إنه هذا شيء موجود من زمان يعني وكل العالم تعمله بس this is Android way. مظبوط. على فكرة وهذا يمكن اللي حكينا عنه بأول episode. لما كنا عم نحكي عن concept لما تبلش programming بتبلش يمكن بلغة جديدة. وبعدين بترجع لورا لتدرس الكونسبت يعني للثمانينات والتسعينات لانه الكونسبت اكيد تغير فهمت وقت عليك هلا افهمه فاكيد تغير الكونسبت وعم يتطور بس الكونسبت الاساسي لنقول مثل الاف مثلا انا عم بعطي شيء بايخ بس الاف صار من عشرات السنين يمكن في كونسبت الاف ففي كونسبت او بيقولوا لهم باترنز معينين لتعمل البروجرامينج هن تقريبا مشتركين بكذا لغه فمشان هيك انت لما تتعلم كونسبت معين وتتعلم كذا لانجويج اي ثينك الاشخاص اللي بيتعلموا 3 و4 و5 لانجويج ببلشوا يلاحظوا قد ايه في قصص مشتركه وهون بيصيروا الاشخاص يعرفوا عن جد ليه هيدا اللغه من هاي اللغه بهيدا الشيء عرفت كيف على هيدي السيره العالم اللي بيصيروا يتخانقوا على هيدي اللغه احسن من هاللغه هيدا اكثر شيء صراحه ما بحبه بالويب ديفلوبمنت انا كمان كثير لانه بياخذوها شخصيه يعني بقول لهم شيء مش منيح مثلا عن لغه معينه وبفضل هيدي اللغه بتحس كانه ازيتهم يعني انا هلا ذكرت لما هو من فتره بعدها براسي هلا لمعت براسي ذكرت شخص واحد حيكون عنده رد على اللي قاله هو من شيء 3 دقايق عن قصة الرياكت عم بيقوله انه احسن من حدا ثاني من انجلر قلت هيدا اكيد انا ما بعرف بقى فرق بيناتهم بس بعرف له اكيد حيقول بس لانه حدا مش هو هذا حيقول انه شو هيدا عم يحكي اكيد لا معروفة هذيك احسن انا مثلا بالنسبة لإلي بلشت بي اتش بي فبعدني لهلا يعني صار سنين عم بشتغل بي اتش بي بس ما عندي مشكلة لتسي انه اتعلم روبي او انه فوت اكثر بنود جي اس يعني ما بحس حالي بالعكس لما عم نسمع قصص عن نود جي اس عم حب اتعلمها المشكل وين بيصير انه انت اوريدي صرت اكسبرت بلغه معينه فبدك وقت لتصير بلغه تانية بس انترست يعني شو بتقدم لي ما هي ليه بتقدم لي بس ما هون الفكره انه لما حدا يخبرني عن نود جي اس عم كون انترستد لانه عم شوف شيء فيها شيء حلو تسمع اشياء بس لما انت تكون بس انك مهووس لتسي بي اتش بي او انجلر بتبطل بدك تسمع الشخص الثاني شو عم بتصور بكل الحياه هيك هيدا التفكير غلط ايه فانت ما هو اسمه فان بويزم ابل بيبل بعدين مشهورين بهذا اندرويد معنا انا عندي معك وعايز على الخبريات في فان بويز لكل موضوع بس هيدا الشيء حلو بحد معين
وانا امراض استعمل قصه ابل وهيك لما اتسائل على رفقاتي، بس انا بقصص بعرف انه هي اندرويد يمكن عنده هاي الشغله حلوه. فبينك وبين حالك ما لازم تكون هالقد ديفنسيف، وهذا الحكي عن فكره للبروجرامرز اللي عم يسمعوا، لانه عن جد انا بلاحظها بالكوميونتي قد ايه بيصيروا مهووسين وبيصيروا يعلقوا يا خي اسمع. مش على قصه مش على قصه بس لحجه انه يكونوا مهووسين يعلقوا، بس هني بنظرهم هيدا الشغله بتميزهم. فانا مثلا شاب الاندرويد، تيجي تحكي انت عن اندرويد ديفلوبمنت انه هي كيف مش منيحه، طب ما انا هذا اللي عندي، هذا الوحيد اللي انا طلع لي بهالحياه تمام اندرويد تعبت عليها. لا انت غلط، تصير وحده انه هذا اللي بميزني جاي عم طرق لي. هلا انا عم بحكي عن الشخص، اطلع انا بس انا عم هيك بفكروا، انا عم بحكي عن الشخص اللي بلش انه يقول ما منيحه، مش اللي عم يعمل ردة فعل. يعني إذا أجا واحد فجأة بلا ما حدا يقول له شيء قال هيدي أحسن لانجويج وما في غيره، هذا يبين إنه هو عنده رأي قوي، عن هيدا عنده صفات العالم اللي إيه. أنا بالنسبة لي لما أشوف شخص ذكي بيقول إيه يكون عندك رأي قوي، لا أنا هون بختلف بالعكس. أي شخص بالعكس أي شخص بيقول هيك، وإذا عم تسمعني يا هيدا الشخص هلا حيانا لا اذا عم تسمع، لا عن جد انه اللي بيكون عنده راي عن جد لهالدرجه بالبروجرامينج بيكون انسكيور، وبيكون انا بنظري وبيكون بينه وبين حاله انه عم بحس انه اتاكت من لغه تانية، او يمكن ما عنده القدره يتعلم لغه جاي بالليل. لا انا عم خبرك انه فيك تعمل هيك بهيدي اللانجويج، وبلغه تانية فيك انه تعمل شيء تاني، او اتليست تكون عم خبره مثلا لك هيدا الفريم ورك شو بيساعدك. فيك تقول لي انه اوكي حلو، بس انا بستعمل هذا الشيء. سو اي اتس ا ليرنينج اكسبيرينس، انا بعلمك على شغله انت بتعلمني على شغله. المهم النوايا تكون نظيفه، تتعلم من كل شيء كمان. يعني مثلا انا لعبت شوي بروبي اون ريلز، كثير اخذت افكار حلوه منهم انه كيف، يعني اتس فيري انترستينج فوت تجرب اشياء تفهم ذا بيست ثينج اباوت ايتش وان. يعني عشان ما تضلك انه تقول انه هيدا هي والباقيين كلهم ما منهم مية بالضبط. مثل واحد بضل قاعد ببيته وما بيظهر، بس تطلع على العالم تكتشف شو بيكبر انسان، يعني ما حيكبر وانت عم تكبر تفيد حالك. لو خبرنا شو بتعمل يتعرف، يمكن للي ما بيعرفوا على اي مشهوره بس. نحن بيسكلي الخطابه الالكترونيه، ذاتس كايند اوف تاج لاين، اللي هي انه بنساعد العالم اللي رايحين بدهم يتجوزوا ان كونتريز وين صعب يلتقوا عالم اكثر عفويا. يعني سوري ما سمعت التاج لاين. الخطابه الالكترونيه هي الكونسبت، الخطابه يعني بروح حدا بيكتب ذس از اسمها اتس ات، يعني بتشوف هي بروفايلاتها وبتعطي مين بين اسم. نحن بس الادفانتج اللي عندنا اياه انه عندنا اكثر بكثير بروفايلات من اني خطابه، وعندنا الجوريثمز ذات ران تو تراي تو ايدنتيفاي مين معقول تتفق معه. قديش في يوزرز يعني مسؤول مثلا؟ هلا بحدود 500,000. واو حلو. هولي اورجانيك ما بنعملنا ماركتينج هيدا. ما بتعملوا ادفرتايزنج؟ هلا حنبلش قريبا. From these 3 years. عملنا one advertising، عملنا one campaign وقتها اول ما بلشنا نجيب عالم، لان اول شيء requirement of sequence تصور هذا الشيء يعني. ما مش exactly requirement. You have to spend the 30,000. Exactly. بس على فكرة انه عجبتني الفكرة انه ما عملتوا ادفرتايزنج وعندكم هالقد عدد، فكيف يعني هذا معناته البرودكت كتير قوي او كتير عم يعطي نتيجة. نحن لا نجرب نعمله العالم الايرلي ادابترز او اللي بلشوا اول شيء، يعني كيف هي اول شيء عملنا شوية ماركتينج اول فترة، بعدين اشتغلنا كتير على SEO طبعاً ساعدنا كتير اول فترة. يعني بتشوف في كيرف عنا اياه من زمان، يعني شي سنتين شوف وقتها وقفنا ماركتينج شوف كل شيء عم بينزل. بعدين at a certain point رجع بلش يعلى لحاله، وهون صرنا نجرب نفهم أكثر كيف شو اليوزر بده وكيف فينا نساعده. so مثلا كتير عنا انه strictness بكل شيء يكونوا نضاف مع بعض يوزر، يعني يلي مش جاي سيريوس عم ينبش يتجوز ما حيفوت على البروجرام. ليه؟ لان اول ما يبلش عندك كويز شيء تلت ساعة بدك تعبيه توصل بس على الداشبورد بتلاقي عالم. فانت اذا جاي ما فكرتوا انه مثلا لا هيدا ريستريكتيف لليوزر وكل عالم حتفل، انتوا بدك كل بدك العالم ايه ده عم تخسر هذا الجرام ثينج. هالحركه انا ما كنت عملتها، قلت انه فورم لا عاوز بلا شو فورم يو اكس مش مزبوط. ما هو حسب الاودينس طبعا. انا بتذكر I was trying to try the website
I didn't have the patience to go through it just for the sake of trying. ما في بس إنه register يلا machine. It's not a one button. خلاص ما I don't want to answer these questions. I'm exactly. And by doing this, we filtered the people that. مزبوط. مش يعني مش one كتير حلو. لأنه بدل ما يكون عندك كتير users. عدد العالم نو. Everybody's welcome. لا food. ما هو لا حلو إنه. عندكم تارجت معين لانه لو العدد كان اقل بس انه عم تلقطوا التارجت عم تعطيهم فاليو اكزاكتلي عشان بنبش عليها يعني حلو كثير اند وي هاف ا لوت اوف يعني الجوريثمز ثرون ان ذا باك جراوند تاكدوا انه كل شيء ما عم بيصير فيه حكي ممنيح او شيء هيك حدا عم بوثق مع حدا ذس از فيري امبورتنت فور اس يعني ليسن اون يعني اتس انونيمس داتا وي دونت لينك اتس الجوريثم ذات ميك شور اوت هولي سو ايه كم يعني كيف هي انواع مثلا عنا هلا اللي يعني اكثر شيء عم بتسلع فيه الشغل هو الماشين ليرنينج بيسكلي نقدر تو ايدنتيفاي وات از سبام اند وات از نوت سبام ان ذس از ا بروبلم ذاتس بين سولفد يعني ما نوت بوشينج ساينس فورورد او شيء بس فلتر وهولي ايه بيز هلا جربنا الجوريثم جربنا نايف بيس جربنا اس في سي سبورت فيكتورز وعملنا واحد دم كلاسيفاير just تما تكون يعني تما تيجي تلاحظ انه مش عايز كل هالكمبيوتيشن او اللوجيك في عاملها بانه اذا فيها الكلمه اذا فيها الكلمه which is incredibly inefficient and will never be able to target everything ف just it's interesting يعني الدوم كلاسيفاير عنده 40% precision 60% on a good day النايف بيز وصلنا بحدود ال 80s الاس في سي عم بيات هلا يعني بعد ما بيشتغل عليها بس انه هلا وصلنا بحدود 92-94% It's an algorithm which you implement the language اللي انت بدك اياها يعني. We use libraries. There are a lot of libraries that implement. في decoding horror كتب انه if an algorithm is established, okay, and you understand it, you know, it's nice to rewrite it. That is بدك تتسلى يعني انت تفهمه مزبوط. But if you want to put it on production, في عالم اذكى منك واشتغلوا كثير وقت عليه. So try to use it. مع انه copy. It's not good. It's usable. No package. بتجيبه. بتجيبه. إنه مثل لما تستعمل جافا أو شيء. ما تلاقي. بس بحس حالي قلت. لا هي الفكرة. من عملينا جافا لما تحط import library بيكونوا هولي كود طويل عريض. مش أنت عم تكتب. ما هو نفس الكونسبت لأنه هو اللي عم ينزله بيكون package أو شيء. نفس الفكرة. إنه أنت بتنزله يمكن package أو شيء. إيه Python, SKLearn مثلاً. شو اسمه؟ LTK. نعمله include. So it's not like. So أنت الهاد machine learning algorithm بياخد data set. بتعطيه training set وtesting set. So you train him on a lot of data. But this who the challenge, the real challenge, and you know from my experience, who are preparing the right data for the algorithm. Then بدك تعرف إنه ما إنه إنسان يعني. بدك تعطيه the right experiences يعني تعلم منه. تقدر يشوف the correlations كيف عم بيصيروا. يطلع معك شيء ولا بيعرف from filtering and also knows how to tell a horse from a picture. بس أنا استغربت إنه you filter dirty you talk. لا it's not يعني أول شيء أهمنا أكتر شيء إنه أول experience يعني سو أنت وصل لك مسج. أنت ما. It's direct dirty talk ما فيك. You have to feel safe when you're using the platform like. بعدين بيعطي good reputation على فكرة هذا الشيء يعني إذا أنت فتت على هيك platform. وكان كان عم بين الاشخاص اللي عملوه قد ايه هن سيريوس وقد ايه انه لا بيعملوا فلترنج للديرتي توك ساعتها مش من المكان بيفوت عليه محل كريديبيليتي بنظري انا اذا عملته وصارت معي ولقيت انه دي فلتر ما بقرب عليهم بقى يعني. انت من هالعالم اللي ما بتعرف بس ذاتس اور اكسبيرينس يعني يوجوالي اف ا بيرسون تكون بعد ما بتعرف بتفكر انه هي هيدا سايد بس انه بس بيرجع بيشوف عبدينا جد خاف ايه اكزاكتلي بيقول عبدينا جد خلينا كمل مزبوط And this is what happens. A lot of time, usually everything comes smooth after just knowing. And no, لا ما في تأذي حدا غير. أنت يعني هني جاي ما تنزعلوا النهار. إذا بدك لا أنت طالع بلك بعد مسج. وبعتقد هيدي شغلة حلوة لأنه هلا كتير عم يطلع topics إنه ناس عم يعملوا experience بdating website. إنه مثلاً شاب بفوت كwoman بس لحتى يشوف إنه شباب شو راح يحكوا. عرفت كيف فبيصيروا بعدين يشوفوا انه شو عم يحكوا شو عم يكتبوا قد ايه عم يوثقوا اكشوال في ارتكلز عن هول القصص
فبصيروا يبينوا قد ايه الديتنج سايت اكثرهم عم بيكون انه ديرتي توك والعالم منه سيريس ابدا ابدا ابدا، عرفت كيف؟ فعم تبلش تطلع هالباد ريبيتيشن عن الديتنج سايت. هلا هن لما يعملوا هذا السورت اوف فلترينج بعتقد بيخلي السايت مور كريديبل او اكيد الصوره باب الكوميونتي بالاخر. يور فور ذا ميدل ايست فور ذا ميدل ايست هلا سعودي عربيا والله يعني كونسلتنت I know, but you have consultants that help us. We don't want to touch the culture. We want to be flexible to the culture. طيب شيء تاني إنه أنت ك يعني as an employee هناك or oh your CTO as a founder co-founder and co-founder CTO. يعني emotionally شو بتحس تجاه اليوزر؟ إنه عندك users زين they need you they need a partner. يعني جايين هيك فراجايل بيبل وهيك عواطف وكذا. احلى شيء صراحه عنا كثير لانه بيطلع لك يوزرز مثلا بيكي مثل عالم اوريدي ساتيسفايد ومرتاحه بوضعها وجاي تشوف شو عندك انت مدعي انه عندك سيرفيس ذي يوز ات ذي لايك شارتس يعني هول راكتين لعندك انه هيلب اس عرفت فهمت هلا وي جيت يعني احلى شيء يعني بتحس بيطلع لك ايميلات يعني بتشوف احنا عنا كاستمر سبورت تيم 24/7 سو بيصلنا ايميلات انه مثلا شكرا عرفت انه بتحس انه ايش غيرت حياته هذا الشخص يعني قدر يتجوز يعني تخيل هو يخلق ايش عنا كثير يتجوز يعني صار في جينيريشن حتخلق لا والله حلو هيك انه تو بي بارت اوف سمثينج لايك ذات بس هلا والتايم يعني بتصير في كونفليكت بيكون عندك يا اذا انت كو فاوندر وسي تي او اوف ذا كلاود انه بدك ترافيك كثير بس بتخاف من الترافيك كثير عرفت شو قصدي يعني يعني حسب هلا you're expecting a marketing campaign okay so حيشوا كتير عالم بسرعة which is very good for you بس ذات الوقت will my servers handle this بيقولوا it's a good problem to have it's a good problem to have بس it's a problem on the least يعني more DevOps أو يعني قضينا منيح وقت DevOps رجعنا we architected everything يعني أول شيء بلشنا it was one machine عليها Apache أول شيء كان PHP MySQL Redis, Gearman, so كل هول بمشين واحدة. بس شو بيصير إذا you overclock this machine؟ يا بدك تكبرها يا بدك ما عندك غير choice actually غير تكبرها. إذا بدك تدلك عن on a one machine setup. So أسكى شيء إنه تقسمها يعني machine أنت هوي المشين تفت فيها certain processes. حط كل process بالمشين يعني ال server والكود بيكون على المشين. ما فيهم data. So إذا راحت هالمشين وإجت واحدة غيرها. احد حيحس لان از جست بيرد اي بي اي كول يعني داتابيس لحاله الكيوينج الوركرز لحالهم الكاشينج لحاله سو يو كان بين بوينت شو عم بيصير يعني هل انا الابلكيشن تبعيتي عم تبطا داتابيس عم يصير في كثير ضغط على الداتابيس عم يصير في كثير ضغط على السيرفر تبعي اند ذس از فيري امبورتنت عم يصير تكبر الداتابيس وتخلي السيرفر تبعولك صغار اذا عم تحس يو ايبل تو هاندل مثلا 1 مليون ريكويست من السيرفر بس الداتابيس تبعيتك ما بقى عم تحمل سو هون بتكبر الداتابيس ما بتغير شيء بالسيستم تبعك في الكودين طب هلا انت اذا يو ار اوفرد مثلا تو جو اند هاف يور اون سبوت في داتا سنتر يو نو يو جايز نو وات تو بوت ذير هاو تو ديستريبيوت ات نو هل انت بيست اوت اوف ات انه هل انتوا قاعدين يعني يو نو وات تو دو بس انه وي دونت هاف اكسس تو ا داتا سنتر هلا خلص هلا اي ثينك وير بريتي سيت اون يعني اي ثينك وي هاف ا سوليد ستراتيجي ذاتس امبلمنتد كل الاشياء everything يعني هو اللي عملناه انه It's based on traffic. يعني machines حسب أداء عندك traffic بيكبروا. وأهم شيء بتخيل صار إنه monitoring. You have to watch every single thing. يعني إذا فشل شيء بالسيستم, you need to be able to identify exactly شو صار. مش تعمل data dog وهولي؟ Sorry. Data dog. لا. أنا هلا AWS. So I like to use their products كتير يعني. أنا عندهم CloudWatch. عندهم so كل شيء نبعته على CloudWatch. وعندنا alarms. هول الالارمز نبعتهم على السلاك وعنا نيو ريليك كمان نيو ريليك نعمل له مثلا مونيتور ذيس 20 ترانزاكشنز اعطينا الريسبونس تايم اول ما تعلى الريسبونس تايم اكثر من هالقد بدي تبعت لي ايميل بدي تحكي لي على السلاك بدي تبعت لي اس ام اس قل لي انه حط لي الارم شي محل انه هيك ترتاح نفسيا صراحه ما بضلك عكلين هم يعني بتعرف اذا معقول يصير شي حيوصلك تسع ايميلات وهيدا دغري بتطلع اللابتوب وبلش ركان بس بدي اسالك شغله حتى ما ننتقل لشيء ثاني
اذا لا خلينا نقول اذا باختصار حدا بده يعمل الشيء يلي انتم عم تعملوه كسيت اب، يعني مثلا اذا هلا قبل كان العالم يجيبوا سيرفر يحطوا عليه الداتا باي دبليو اس، في كونسبت الكلاود، وانت بدك تعرف تعمل كونفيجريشن معينه، بدك تنزل انت يور اون لينكس ديستريبيوشن او شيء. فباختصار اذا حدا ليتس سي بده يعمل هيك ستارت اب ويطلعه على اي دبليو اس، كيف بتكون البروسيس؟ يعني كيف بيعمل ريجستر لنقول، وشو القصص اللي بده يحطها؟ اذا هيك باختصار فيك تخبرنا شيء براكتيكال. بتخيل اهم كونسبتس لازم تعرفهم باي دبليو اس ان اي سي 2 انستنسز، يعني سيرفر فيك تحط عليه اني كايند اوف او اس، اوبونتو، امازون، لينكس. الكونسبت للدروبلت بالديجيتال اوشن، ايه 100% هيدا اي سي 2 از جاست دروبلت هيدا، بس عنده اشياء اكثر من دروبلت. مثلا في شيء اسمه سيكيورتي جروبس، اوكي، هذا اذا موجود يعني بحط لك يو كان فاير وول يور سيرفر، بتقول له انه بس هيدا الماشين فيها تحكي مع هيدا الماشين، او it's not exposed to the outside world. اوكي. So what you do is بتحط اول شيء عنده بتحط لود بالانسر، بعدين بتحط يور ماشين. I did by them load balancer. ماشي، it's just a click يعني. منهم من Elastic Beanstalk. في Elastic Beanstalk بيعمل لك provisioning لكل شيء. يعني إذا حط لك. بيشوف الـ EC2يات تبعولك. 100%. حلو. هو بيقلع لك EC2 بتقله له Elastic Beanstalk. وخلص تروح تعمل شركة على ظهرهم. صار الـ EC2 كأنه droplet أو كأنه okay. server، يعني عنده IP. كل EC2 عنده IP. مظبوط. IP. سو عنا الـ EC2 فيك أنت تركب load balancer. ساعتها يكون عندك كذا EC2 تعمل لهم load balancer. هذا الكونسبت. وحتى لو 1 EC2 عندك. سو ما عندك كتير ترافيك. أوكي. 1 EC2 قدتك. طب بدك تعمل ابديت، معقول يصير في داون تايم، يعني بده ينزل كود. سو بهيك حاله اذا عندك هيك سيت اب اللي هو بس هيدا، هو بتاخذ الاي سي 2 تبعك بتعمل لها كوبي ايمج جديده، بتقلعها على الايمج الجديده، بتعمل لها تيستينج، بترجع بتشيك على اللود بالانسر، وهيديك بتشيلها عن اللود بالانسر. سو اليوزر ما حس بس زيرو داون تايم، يعني اوكي، لانه هو بعده اليوزر بيعرف بس انه في لود بالانسر، هو بس عم يحكي مع اللود بالانسر. اللود بالانسر ماست هاف سم ون عم يحكي معه ات اني بوينت. ايه، هو اليوزر، يعني هو ذا وات هاو يو سند ريكويست تو ذا سيرفر داتا بيس، مجبور تقطع منه. بس عاده اليوزر دازنت از نوت اكسبوز تو ايفريثينج ذاتس هاب، ما لازم يكون اكسبوز، يعني اليوزر لازم يعرف الاي بي تبع ما كانت تبعيته. ما هذا السؤال، يعني يعني اللود بالانسر بيكون عنده هو مثل الاي بي او شيء، بيكون عنده سين ماشين، وكل ماشين له اي بي، فلازم هو الانتري بوينت الاي بي ما بيتغير، لحتى اذا وقفت ماشين ما يكون في مشكله. مزبوط. اوكي. غير في كمان عندك الار دي اس اللي هو مانجد داتا بيس، ماي اس كيو ال، عنده كمان غير اشياء، هلا نزلوا اورورا. اوكي. سو ار دي اس فيك تحط عليه يور داتا بيس. اوكي. سو الاي سي 2 شيء والار دي اس كمان يعني مزبوط. تعمل مثل اد نيو ار دي اس ولا كيف؟ اكزاكتلي، اد نيو انستنس او ار دي اس. اوكي. بتنقي اي نوع داتا بيس بدك. اوكي حلو. بتعمل له ستورج اللي بدك اياه. وبعدين الحلو انه فيك تعمل له مالتي ريبليكيشن، يعني بصير داتا بيس تبعيتك تتاكد انه موجوده على ديس ان ديس داتا سنتر ان ديس داتا سنتر ان ديس داتا سنتر. لحاله بيعمل لها، يعني لا تسي انت عملت انسرت لرو جديد، هو لحاله بيعمل له ريبليكيت على، هو بيهتم انه هيدا موجود بثلاثه داتا سنترز، بس هيدا بدك تدفع حقها يعني، بس انه اتس فيري يوز. سو هلا صار عندنا الاي سي 2 اللي هو مثل ليتس سي الويب سيرفر او السيرفر، يعني اذا بدك، وفيك انت تجيب ار دي اس. الار دي اس كمان هو بيكون كانه سيرفر بس خاصه بالداتا، بس داتا بيس، بس وبيكون عنده اي بي، يعني بتصير الاي سي 2 بتوصلها بالار دي اس، بتعمل الهوست انه الاي بي تبع الار دي اس. مزبوط. الار دي اس ما في يحكي، بتعملها انه الار دي اس ما في حدا يحكي مع غير يور اي بي اي سيرفر، اتس كلوزد اوف تو ذا وورلد. اوكي. سو شو كمان بحاجه لقصص من امازون؟ يعني شو امازون بيعطيك كمان قصص انتم عم تستعملوها مثل قلت الكيو هيك؟ اس كيو اس، عنده كيوينج سيستم اسمه اس كيو اس. اوكي. اوكي، سو يو جست بوش داتا هونيك وبتعمل لها بول من شي وركر تاني. هلا عنده شغله لذيذه امازون بخصوص الاس كيو اس، بي الاستيك بين ستوك، في شيء اسمه وركر انفايرمنت. اوكي. سو بتعطيه الكيو وبتعمل ديبلوي للكود تبعك، بصير هو كل كيو بتوصل بيبعث لك اياها كانها بوست ريكوست على السيرفر اللي بتكتبه. بصير عندك سيرفر ذات جست هاندلز جوبز. ايه، ذس از، انا سالتك اذا بدك تنقل على داتا سنتر، ما في امازون. ايه اكزاكتلي، امازون هلا صار امازون وهيك هو كانه داتا سنتر. ما هي، ما مشان هيك انا حابب اعرف عنها. انا بفكر انا بايرت باي، بايرت باي ما خصهم بهالقصص ولا امازون ولا شيء، يعني ذير اون مثل سمول داتا سنتر، بس ذاتس بيكوز اوف انونيميتي. يروح على جوفرمنت حيخلون اعطينا مين بايرت باي وخلص.
هلا سؤال بس الاي سي 2 والار دي اس، ار دي اس ما هيك اي سي 2 ار دي اس وهيك، كيف يعني في اي بي اي من امازون ليعملوا كوميونيكيشن مع بعض؟ انت عاده يعني انت حسب بالاي سي 2 تفتح كانك كان داتا بيس عندك يعني، بس تعطيه الهوست تبع ار دي اس. ار دي اس بيكون بزيت داتا سنتر، وبقصه الوركرز بالكيو تحديدا كيف بتعمل كمان، كيف بتعمل كونكت عليهم من الاي سي 2 مثلا؟ إذا تعمل EC2 بس تعمل polling كل N ثانية، يعني كل شيء بتسأله إجا messages لك لا أوكي زيت أشي. إذا بصير عندك ضغط كتير كل ما هيدا بيسحب 10 يعمل لهم processing، يعمل لهم delete، أشي لهم من الكيو، يرجع بينطر يرجع بيسأل يعني هيك continue like that. I think هلا أنا مستعمل Digital Ocean، مستعمل Linode ومستعمل كمان سيرفرز بمطارح تاني، بس اللي لاحظته من حكيك انه اي دبليو اس بيعطي مور فلكسبيليتي بهالقصص، يعني ديجيتال اوشن بتنزل دروبلت، اذا بدك تعمل فاير وول بدك انت تستعمل اي بي تيبلز، يعني تستعمل اي بي تيبل وهيك باللينكس، بس بعدين امازون عم يعطيك لاير اسهل. ايه ليه عندك لاير فوقانيه يعني فيك اشياء بكليك بس. تخيل بدك تعمل حساب انت ريدس كلاستر اوكي عاد اكتبها بعمل لها مينتنس بعدين الباكت لحاله right click. اذا عندك باكت لحاله ذاتس ا سيرفر مكتوب عليه سكريبت بيتلقى ايمج بحط لها اسم بحطها بيفتح على حدك تشيك بوكس اف يو كان ديليت ات اور نوت اند اوبنز ات وذ ا بابليك اي بي اند ادريس ذات يو كان اكسس. كل هذا انت بدك تكتبه وبس تحكي مع الباكت ابلود سينكرون رونس طلع ايمج صارت فوق. والحلو انه امازون عاملين اي بي ايز يعني لاندرويد عاملين هلا ذا نيو ترند اللي امازون نزلوا برودكت من فتره اسمه لامدا. اوكي ذا ترند از تو رايت ويزاوت اني سيرفيس ريفت اي دي يو سيف ان اوبريشن يو ران ات ابون سام كود رانينج اكزاكتلي. شو هاي تكتب حساب تكتب فانكشن جافا سكريبت اوكي جافا سكريبت بايثون حيلا سو بتكبها هيدي على امازون هيدي لامدا بعدين عندها تريجر فيك تعيط لها حسب شغله صارت وهيدي الشغله اللي صارت اتس ا فاريبل فيها تكون انه وصل مسج على الكيو وصل على اس ان اس وصل لك API كول سو بالاخر شو عم تعمل؟ عم تدفع بتصير على كل run تبع كود ما عندك سيرفر قاعد ناطي عندك a function that's waiting to be triggered every time it's triggered it runs سو هيدا هي serverless development. هيدا خاصة شيء للويب هوكس ولا ماشي قريب كتير الفكرة في هو كمان في يتلقى ويب هوكس يعني انه بيوصل له اشياء بيوصل له some kind of event او شيء وهو بيتصرف حسب هيدا الايفنت هيدي مثلا تعرف كيف بنستعملها بطريقه لذيذه انه حساب عنا الكلاود ووتش اوكي بقلنا وقت يصير في الارمز او شيء مش طبيعي بصير بس ما يوصلنا على السلاك لان ما بدك تضلك فاتح امازون سو بتكتب لامدا فانكشن بتقول له كل ما يوصل اس ان اس نوتيفيكيشن من كلاود ووتش ران ذس 10 لاينر يعني اللي هي شو بتعمل ريكوير للسلاك اي بي اي تبعتها على السلاك so you send the notification to Slack as a message. So بصير عندك بس حلو Slack إنه ما كنت عارف إنه Slack عنده API فيك تعمل connect عليها فيك تعمل كتير كتير. That's how people write extensions لإلو. يعني إحنا عنا. بالبيت باكيت هذي أول إشي بتعمله أنت عارف. أوكي. بتسوت على شغل وبيستعملوا Slack. You connect the bit bucket repo. كل كوميتات كل الكذا تريلو. جيرا جيت هاب بيبعتها على الجروب تبعت سلاك انت بتنقل شانل كمان شانل. على شانل قصدي بتعمل شانل اسمه كود او بتعمل اسمه كوميتس او اسمه اوكي كل الكوميتات بيبينوا هونيك كل البرانش كل ال هلا سلاك هو فور فري ولا كيف؟ لانه في شيء بس عندك ليميت تدفع اوفر 10000 مسجز بس يصير عنده بالدايركتوري تبعه اوفر 5 انتجريشنز اوفر 5 انتجريشنز five or six I think لأن أنا كان بدي زيد بعد واحدة اللي التنشط بعد بدك زيد بدك تدفع بس ما أدري أكيد كم واحدة بس إنه there's a limit to how many extensions بزيد لك مصاري أول ما تنزله أول ما تعمل تيم وعلى كل two members جداد أول اثنين members جداد another $100 يصير معك تقريبا credit $300 and slack credit أول ما تنزله تعمل تيم جديد ما بعرف أنا عندي منيح credit بس for what يعني the value of it. Of having access to more than 10,000 logs is not that much. Integrations, I think that's how that's a big selling point. Integrations will also tell you. So if you click to bot, if you click to bot on Slack, yeah. there's APIs that are there. You talk to him and you say, "Status of our system."
جيب بروح بروح يحكي عن AWS بشوف السيستم كله بيجي يبعث لك ريسبونس. على فكره حلو نعمل بس هيك حلقه عن سلاك، ما بعرف انا حابب هذا الشيء لانه عم بتخيل البوسيبيليتيز او عم بتخيل انه كيف التيمز ممكن يستخدموه بطرق مختلفه، لانه اذا اوريدي عندهم اي بي اي كل تيم حيخطر على باله فكره غير الثاني او تريك معين. ما انا بابليك القصص يعني عادة تسمع ستوريز فروم بيبل ستوريز ورك بس بدك تلاقي يعني لانه اولا عنده عله انه ما في دايركتوري فور اول ذا شانلز بالعالم. سو اذا بابليك طب مورجيني اياها بركي بدي فوت انا. لا ما هن برايفت لانه كل تيم حيكون عنده شيء لإله شكل اكسبيرينس تبع كل تيم. هاي مينا اتس بابليك ما في ليميت لمين بيفوت. معمول للعالم ما معمول للشركة. هي بابليك ولا انه انعمل لك انفايت عليها؟ لا بينعمل لك انفايت شور. يعني بطل بابليك برايفت. ما هو even if it's public where are people gonna see it? That's why it's private by default. By mistake it's private. بس they accept anyone. ما بعتقد by mistake، بعتقد هي الكونسبت تبعهم يعني تبع سلاك انه لانه التيمز يتعاونوا اكثر من انه تشات روم. بعتقد هيك. ما كثير عالم عم تعملها بتصير انه لا بس الاندرويد ديفلوبرز لانه صوت تحولت كانها تشات روم او تحولت كانها تشات روم. هلا obviously IRC anybody can access. اني ما بدهم هيك بس انه they could have done just a list of directory تكبس request يا اخي. هلا جيتر ريكوست انه بدي فوت لهون they check your profile yes or no. على فكره صرنا تقريبا صرنا ساعه بالضبط تقريبا. قطع الوقت اليوم. طيب I think we should wrap up ولا لا؟ ركان عندك شيء كلمات اخيره؟ لا اذا بعد حدا عم يتسمع دائما حدا بيسمع لازم نعمل شغله اذا حدا عم يتسمع بعد انه نقي راندوم نمبر 7590 فلا بيطلع هذا الرقم بيطلع له بيطلع له في جيف اواي اور سمثينج بيطلع له ايفون من عداي بعد شركه جديده ما معه ثاني. طيب يلا ثانك يو ركان انبسطت. هلا هيدي بارت اوف ذا كونفرسيشن اللي حطيناها على البودكاست كان صار لنا ساعه ونص عم نحكي قبل يعني اذا اكزاكتلي انه كان في ما بيخلص الحكي صراحه عن هيك قصص يعني. بركي بنجيب ركان اجين يعني اذا next week or the third episode or even later يعني ما مش it's not كنا عم نحكي انه اذا it's topic specific ولا person specific. في مليون قصة بعد بيعرفها ومليون قصة فينا نحكي عنها ممكن ما طلعنا الفرصة نحكي عنها اليوم بس ما انا limited by anything. ممكن مثلا مرة نعملها اذا الشخص التقينا فيه كذا مرة ممكن اول مرة يكون person انه بس قصه بهذا ممكن مرة عن ايه تعرف ممكن تاني مرة عن شيء عنه ممكن تاني مرة يكون شيء specific يعني نصير الشيء عمله في شغلة interesting إذا ما في عالم عم يتسمع. في ويب سايت عملته اسمه talklike.xyz so لاحظت إنه عم بلحق كتير أخبار وهيك so عملت Markov chain generator يعني أجيت عملت كل شيء transcript صار republic in the base حطيتهم أنا data store. generate word based on the person. يعني في واحد عنا على Slack group اسمه باتريك عامل هيك عن شخص بجروب تاني احنا كمان part of هذاك الشخص كتير بيحكي صار عنده data set كبير صار يخد له اياهم هون seriously يخد له المقاطع يفوتهم على بروجرام يطلع له sample sentence شيء ممكن يقوله هذا الشخص exactly that sounds like this. أخذ جملة بنص مرة هو فات بيسترسل هذاك عم يحكي أخذ له جملة قال له إياها من جمله based on اشياء وإلى قبل انه مدري كيف ما بعرف something ما حكون specific هلا عم هذاك كمل رد انه واقع عزيز يعني انا هكذا مفكر انه مش عارف نعمل كله من تمه جايين Hey, it's fun. It's not that hard. Okay, thank you, Rakan. Thank you, Rakan. Thank you, Rakan. Thank you, Elkon. We've reached. Yalla, see you next time, guys. Bye. Bye.